في موضوع مهم قوي هنتكلم فيه النهارده، موضوع شائك قوي 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 قوي. موضوع ان ساعات كتير جدا بيحصل طلاق، بالذات في الخمس سنين الاولى، يعني منتشر جدا عدد الطلاق في الفتره دي بين الشباب وبعض او كبار وبعض. على فكره دي ممكن تمشي في اي سن، يعني بيحصل ان بعد ما بيعيشوا حياه بيلاقوا خلاص استحاله الحياه بينهم بيتطلقوا في اولاد. طبعا اولا بيجي الراجل ده يتجوز واحده تانية بعد شويه، حقه خلاص ما اتطلقوا، خلاص ما فيش امل للرجوع، بيتجوز واحده تانية. طبعا اتجوز واحده تانية، بقت الست التانية دي ليها علاقة أكيد طبعا إن داخل حياتها، لأن ما ينفعش أم الولاد ينساها طبعًا. مش هينفع طبعا، لازم العلاقة كويسة جدا بين الراجل وأم ولاده، لأنه طبعا إن مشاكل الولاد أو الولاد هتستغل الظروف قطعت الاتنين ببعض طبعًا. فهو أحسن حل إن يبقى في دايما علاقة بين أم الولاد والأب عشان الولاد يتربوا صح طبعا، ويبقوا حاسين اب موجود وامهم كلمتها مسموعه عنده. في الحاله دي بقى الزوجه الثانيه تتعامل ازاي بقى مع الزوجه الاولى؟ هل تصاحبها؟ هل تبقى العلاقه خفيف خفيف؟ هل ما تعرفهاش خالص ملهاش دعوه بيهم؟ هل علاقتها بالولاد تبقى لطيفه ولذيذه ويخشوا بيتها ويبقى تمام لو الحكايه بتسمح الاولاد موافقين، يعني انهم يخشوا البيت وتقابلهم احسن استقبال وتبقى دايما مخليه جوزها يحس ان هي بتعملهم كانهم ولادها؟ تعمل ايه؟ الزوجه بتحتاس، اعمل ايه مع ام عياله؟ بتكلموا كل شويه، كل شويه الولاد عايزين محتاجين، الحق ابنك، الحق بنتك، تعالى جري الولد عيان وسخن. وهي المفروض معلش، وهي المفروض الطليقه دي ام الاولاد لما العيال تبقى سخنه او تعبانه او مغلباها او عندها مناسبه او عندها حفله في المدرسه او يعني تكلم مين؟ ما طبيعي هتكلم ابوهم، ده امر طبيعي. معلش طبيعي يعني اسامه شايفه في هذا الفعل شيء. لا مش كل الستات بتعرف تتعامل معاه. طب هكمل كوميدي. معلش يا عزيزتي الزوجه الجميله، الزوجه اللي هي رقم اتنين او لو الست الاولانيه دي مش هسميها طليقته، الزوجه الحاليه، بلاش ارقام عشان انت ممكن دلوقتي تبقي الزوجه الوحيده، انت الزوجه الحاليه والوحيده دلوقتي. بلا اولا بلاش نقول اصلي طلقته، هي اسمها ام العيال. ام العيال ما هي ام الولاد يا جماعه، ودي علاقه خلاص يعني لا هنعرف نوديها في حته ولا نكسرها ولا نبوظها. الست دي اتجوزت الراجل ده في يوم من الايام وجابوا عيال، دي حقيقه واقعه جدا. فانت انا مش فاهمه ايه وجه الاعتراض ان ام العيال تكلم ابو العيال اللي بيجمعهم بس العيال عشان تقول له ابنك مغلبني، بنتك لابسه قصير، عيالك عندهم حفله في المدرسه، عيانين، الواد سخن، عايزه فلوس للكتب، عايزه فلوس اي حاجه بقى، يعني الطلبات اليوميه العاديه المشتركه. حضرتك بقى يعني ايه اللي مضايقك في وضع زي ده؟ يعني انا عايز، هو انت لما اتجوزتيه مش كنتش عارفه انه متجوز، كان متجوز وعنده ولاد وفي علاقه هتجمعه بالست دي؟ وبعدين انا رايي انه لو هم متحضرين كفايه ومحافظين على الحد الادنى من الاحترام فدي حاجه كويسه جدا، دي حاجه تخليكي انت شخصيا مبسوطه ومطمنه انه الراجل ده فضل محافظ على الحد الادنى من الاحترام مع ام ولاده. ها يبقى هيعمل معاكي نفس الحاجه، يبقى لا قدر الله لو حصل حاجه بينك وبينه انت عارفه انه في الحد الادنى من الاحترام. انت بقى ليه تبوظي العلاقه او تتوتري منها؟ بالعكس بصي، في بعض الاوقات الزوجه الاولى بتبقى ام العيال، ام الولاد تبقى عندها غيرة على الراجل لو هي حتى اتطلقت غصب عنها وفي مشاعر بسيطة من ناحيتها، بس هو خلاص الموضوع انتهى كطباع. وساعات تقصد تضايق التانية الحالية، ازاي الحالية الموجودة الزوجة الحالية. خلاص اللي عايزة اقوله ساعات ده بيحصل، خلينا نتكلم على كل كيس لوحدها. لو احنا بنقول دلوقتي تتعامل ازاي مع ست بتقصد تضايقها وبتقصد انها كل شويه تكلمه في الفاضيه والمليانه زي ما بيقولوا، تجاهلي التجاهل. ايوه ده اللي احنا عايزين نقوله. لا انت اولا لازم تحطي في دماغك وتفكري نفسك دايما 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 بواقع ممكن تكوني بتنسيه. الواقع ده بيقول ان الراجل ده لو كان في امل يرجع لمراته كان رجع لها من زمان. دي اول حاجه، اذا الموضوع مقفول. تاني حاجه، الراجل ده اللي خارج من جوازه ومطلق
وعنده ولاد لو ما بيحبكيش بجد وعايزك بجد مش هيتجوز تاني خالص اصلا. يعني الراجل بالذات فكره الجواز التاني بالنسبه له ما بيجيش غير لما بيكون شديد القلب، قلبه هو صح. اللي جايبه متفق فهو جاي لك عشان قلبه جايبه، لان هو عنده الحريه انه يخرج ويصاحب ويخش في علاقات، وافقنا او اعترضنا على ده وهو غير مقبول. لكن احنا بنتكلم ممكن، لكن احنا بنتكلم الواقع. الواقع بيقول ان الراجل الست ممكن تتجوز تاني، لان ساعات بيبقى ده المسلك الوحيد اللي تقدر تعيش فيه حياه عاطفيه. لكن الراجل ممكن يعيش حياه عاطفيه وفي مجتمع يعني بيسمح له ده. تقولي هو لو مش جاي لك وحبك وعايزك مش هيتجوزك تاني. جميل. فاولا هو مش حاجه يعني انت بتدعي الست دي اللي في الموقف ده للزوجه الحاليه انها تطمن. الزوجه الحاليه لازم تفكر نفسها بده. حلو، كتر الف خير وهو اتجوزني وكرر التجربه تاني لانه ميت في دماغي. وقبل ما انا اعرفه هو خلاص علاقته بمراته ام ولاده فيها مقاسي كتير، بدليل انه انفصل. خلصت خلاص، انا مش هقولها حته بعد ما اخلصها. في افه احضرينا عشان عايزه اعرف رايك. في افه ساعات بتتزرع، والحقيقه انه في بعض الاحيان بتحصل انه ترجع تاني فكره ما نرجع عشان العيال يتربوا ما بيننا والعيال. وانت ده بعد ما يكون اتجوز الزوجه الحاليه ساعات انت اصله بيحلو بعد شويه، يحلو هو بيحلو في العين. فتلاقيه ايه الكلام بقى من نوعيه ايه، يعني انت كده كده بتيجي وبتنزل وبتخرج وبتيجي للولاد واخد بالك منهم، كلام بقى مغازله ها. او بتيجي مخلي بالك من الولاد وبتاع، وانت بصراحه عمرك ما قصرت معايا، يعني خلاص نرجع عشان الولاد يبقوا ما بيننا ويحسوا بالامان. ده بيحصل، حصل اكيد في مواقف كتير. بس عايز اقول لك حاجه، هنا بقى من حق الزوجة الحالية تقلق من الزوجة السابقة بين قوسين أم العيال لما يتسلل الشك ده لقلبها، تعمل ايه؟ هقول لك حاجة، أنا بس عايزة أقول النقطة اللي كنت عايزة أقولها الأول. أي حد بيحاول، لكن لو المحاولة وصلت للفشل في الآخر بيزهق. خلاص؟ نقول الحتة دي الأول. الست بتحاول، بترمي شباك، بتطفشها، بتغلس عليها، خايفة على ورث العيال، خايفة تجيب له عيل تاني، وات ايفر، حتى لو مش عايزة ترجع له خلاص. اهي كده يا بتاع يا لا، فهماني؟ ففي ستات كده، عشان نتكلم على كل نوعية لوحدها. طيب انا بقى كست عاقلة واثقة من حب جوزي ليا اللي انت الحتة اللي انت قلتيها، وانه اختارني وتجوزني مع وجود كل المشاكل اللي عنده دي، لازم ابقى ست دماغ. اللي هي تعمل اللي تعمله، انا لطيفه مع جوزي، حنينه معاه، اشاركه نحل المشكله ازاي. يعني يجي يقول لي مش عارف عايزه فلوس وعايزه كذا ومش عارف اجيب لها منين مثلا، بصي يا حبيبي ممكن نعمل كذا ونعمل كذا ونحط ده على ده، نستغنى عن حته عندنا وندي الحته دي. معلش ايوه قاعده بتربي ولادها، ما تخليهاش محتاجه حاجه. صحيح. وسط ذكاء الست هنا بقى بتكسب الراجل مية مية، وخليه يحكي لها على كل اللي بيحصل بمحض ارادته مش بالتحقيق. عجباني. فهمي بقى، بمحض ارادته مش بالتحقيق. كنت هناك اللي حصل. من ساعة ما دخلت تحكي لي اللي حصل بالظبط. دي طريقة، دي طريقة يخليها ما يحكيلهاش تلات ارباع اللي حصل. صحيح. حتى لو مفيش حاجة حصلت هو مش هيحكي. بالظبط كده. هو هيجننك وعفرتك. حكى مرة لقى مشكلة ونكدت عليه عشته. مش هيحكي تاني. ما انت قعدت براحتك، ما انت مش عارفه ايه، واتغديت. صح. يا حلاوه كمان اتغديت وقتها عجبك بقى، تلاقي وحشك بقى اتلهى. ما انت متعود عليه، ما انت بقالك فين بتاكل. احنا بنعمل بقى قلبان بان بدايه الطلاق بتاعت الزوجه الحاليه. خلاص. لكن انا بقى الست العاقله اقول له هي كل حاجه مشيت تمام، اسيبه هو اللي عايز يحكي. مفيش مشاكل ولا حاجه، كل حاجه، شفت الولاد، طمنت عليهم، ولادك كويسين، في حد محتاج حاجه بتاع، خش مشاركه. مشاركة بنعومة. مرة مش هيقول، التانية هيلاقي طب ما أنا ممكن أحكي لها ما بتقولش حاجة. ست ما بتتخانقش اهي كويس. تيجي مرة تالتة يحكي لها دي قالت لي كذا وقالت لي كذا، طب مش مشكلة، معلش ممكن تحاول يا سيدي، إيه المشكلة؟ أنت برضو طب ولو جه ما تخسرهاش. يعني أنا وهو فريق واحد، أنا وهو إيد واحدة. فريق واحد، مش ضد بعض، مش ضد بعض. لو لعبت في دماغه وهي بعد شوية وقالت المقترح اللي اقترحته أو السيناريو اللي عجبك المقترح يا أستاذة، أصل أنا دلوقتي افتكرت إن أنا أعرف حد حصل له كده. المهم إيه بقى؟ الفكرة إيه؟ إن هو هيروح يقول إيه للزوجة الحالية؟ إحنا هنرجع بس سوري عشان بس ايه، نبقى على الورق عشان الناس ما تقولش وعشان الولاد ويحسوا انه وهبت ليله ليلتين في الاسبوع هناك. تحمل بقى.
اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حطي ما تقدريش تنقشي، ما بيعرفش يوقفها، ما بيعرفش يعني ما تقدريش تقولي كل ست تتصرف ازاي. في ست تقول له طيب اوكي يوم ما هتتجوزها طلقها، تمام. واحده تقول كده حلو، واحده ثانيه تقول له لا وانا وتستمر في حياتها معاه، انا مش موافقه، انا مش موافقه، انا متفقه، طب انا مش موافقه ترجع لها. طب وافرض قال لها هعمل في مشاكل بقى لغايه ما ده خلاص هيرجع. دي قوه تحمل، يا اما تفضل هي ويبقى الحكايه قادره تستحمل، يبقى في زوجه ثانيه ودي ام العيال، يا اما ما تقعدش. ما هو دي ستات، كل ست ما تقدريش تحكمي ده لازم على ست. انت عارفه، انت عارفه المخرج، في واحده بتحبه جدا مش قادره تسيبه، ماشي. ودي ام عياله القديمه، يعني مش هيبقى عواطف، مش هيحصل يعني حاجه ليه؟ يعني اصل لا انتوا مش فاهمين يا جماعه، اللي انا السؤال اللي بساله ده بساله لانه يعني في سن، بتكلم على كده سنك يعني بعتبرهم لسه في مرحله الشباب. لا احنا شباب، هو اللي بتعتبريه يعني بتتكرمي علينا بجاملنا بجاملنا. لا انه هي فعلا اتجوزت راجل وهو بعد 6-7 أشهر من الجواز قرر ان هو لا، احساسا منه بالواجب ناحيه ولاده واحساسا منه بالمسؤوليه انه هيرجع وهيبقى بس كل فورم زي ما بيقولوا بالفرنسي، ما خلفتش وما فيش عيال ثانيه، ما خلفتش وما فيش بيبي جاي. افضل انها تبعد، صح، لان هتحصل مشكله. يا لهوي ده انا بقى خدت مقلب عمري، معلش غلط. لا انا مش انا، انا يعني مش انا مش انا تخبي عليا لا والله افهميني، مش انا. يا اما في اسره داخله تانية، في عيل جه مثلا، ابقى خدت مقلب اكبر. توايم امورها دي كمان هتقدر تتحمل ولا لا؟ ان هو يبقى هو الزوجه الرئيسيه بتاعته، بقت هي الزوجه الرئيسيه بتاعته والتانية او بيروح. طيب يعني طيب واجب، ده موقف، ده موقف افتراضي. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول هل العلاقة لما تبقى كويسة وجيدة ومحترمة بين أم الأولاد وبين زوجي وأنا زوجته الحالية دي حاجة وحشة؟ لا، دي حاجة حلوة جدا كمان. لكن أعتقد كمان أنك تحافظي على علاقة طيبة وراقية ومحترمة بينك وبين الأولاد، ده يقفل عليكي أبواب كتير، أمهم طبعا، ده يقفل عليكي أبواب كتير تزرع الفكرة دي، فكرة بس ما نصاحبهاش. لا طبعا، هي أكيد لا. أنا أعرف في ناس بتزودها قوي، ها؟ أوحتني قلت لها بلاش الصحوبيه القوي دي، ده طول النهار مع بعض خلاص، ام العيال والزوجه الحاليه. يا وانا سلام. قلت لها هتحصل مشاكل، خلي الحكايه خفيفه. طيبه قوي، فخلي الحكايه خفيفه خفيفه، مش قوي كده، مش قوي كده. كويس، ده ممكن تحكي لها على مشاكلها مع جوزها. طب معلش اسالك سؤال، مشكله فعلا نهال، طب هل في ولاد؟ يعني هل في هنا اولاد وهنا اولاد؟ فالولاد اخوات، هنا اولاد وهنا اولاد، وعشان الاولاد يبقوا مع بعض وبتاع، مفيش مشكله خالص. الاولاد ستيل علاقه الاولاد كويسه قوي ببعض. ايه اللي حصل؟ ايه المشكله اللي حصل؟ حصل انها ابتدت تزنبق. ما هي برضو مش ملاك، مش ملاك. لا وبعدين خدي بالك كمان، لما الزوجه الاولى او الزوجه الاولى ما بتبقاش اتجوزت وعملت حياة وشجات اوفر جوزها، بتزعل وبتغير غصب عنها ان هو اتجوز وعمل حياة ومستقر مبسوط، ده مبسوط في الحياة وهي قاعدة بتربي العيال وحتى ايدها على خدها غصب عنها. لازم مش دي بس، هو عايش حياة سعيدة بالظبط، وهي ما كانش معاها حياة سعيدة. يعني انت بتنصحينا بحياته وليه معاها مبسوط ومبسوط؟ ده انا عايزة اقوله، علاقة طيبة من القطع ومن القرب ازاي؟ بالظبط. يعني انا مثلا كلمتني على الحياة، يا حبيبتي ازيك اهلا بيكي، ثانيه واحده اندهولك حالا، ماشي اتفضل، وعادي ممكن اسيبه يتكلم وابقى انا قاعده بعمل اي حاجه في الدنيا مش قاعده له. طب لما تتصل بيه، كده بتعمل حاجات. طب لما تتصل بيه عادي ارد عليه؟ انا اللي ارد وارد ليه؟ عادي تتصل على تليفونه؟ لا لا، لو على موبايله ده موضوع تاني. عامه مش موبايله، لا مش هتتصل بيكي خالص، انا دايما هتصل على الموبايل. هو هتتصل ارد ليه انا؟ التليفون قدامي هو بيستحمى ارد. لكن افرضي التليفون الموبايل ما ردش، فالبيت اتكلم، كلمت على البيت، الحق الولد، ثانيه واحده هندهولك. علاقه لطيفه جدا، فرح بنت ولا فرح ابن ولا عيد ميلاد او حفله، الست متقبله ان تحضر الزوجه، تحضر ما تحضرش خلاص هي حقها الاولانيه، ما تحضرش الزوجه الثانيه، فاهماني؟ يعني الزوجه الحاليه ممكن جدا وما نزعلش من دي، طبعا ما نزعلش من دي. يعني بقول لكم حته مهمه جدا، فرح الولد، هي قدام الناس مش عايزه توري ان جوزها بقى مراته اهي، يعني خلاص هم مطلقين، ما راحش الفرح. لو هي هتعمل مشكله تكبر دماغها وتقول لجوزها روح، يعني انت انا مش هتجوز الراجل ده بقى لي مثلا 15 سنه مثلا، من ساعه مع عياله ما فيش علاقه مع ام الزوج، لكن من ساعه مع عياله دول كانوا صغيرين عيال والعيال دي كبرت النهارده ايوه وبيتجوزوا وانا اعرفهم ومربياهم برضو مشاركه في التربيه وهي قالت اني ما احضرش الفرح ما احضروش. لا يمكن،
إيه انا لو إيه انا لو انا في الوضع ده لا. انا لو في الوضع ده انسي انا هسيبها تقضي اليوم بتاع ابنها بمزاجها يعني لا لا انا لا لا لو مشاركه في تربيه الولاد دول الولاد دول بيجوا لي رفضة. طب ما انسي امهم كاني رفضت رفضت مجيك تعملي ايه تطلقي لا مش هتطلق لازم لا جوزي يعني هنا يقف يعني. طبعا منطق والواقع ما وقفش تطلقي انا بتكلم لو قفلت لا لا يا نهال لو قفلت عمرها ما تحصل بالشكل ده معلش مش هتحصل كده لو انا علاقتي بيها كويسه وبصون عيالها ما تحصلش ابدا ما تحصلش هو انا اسمحي لي اقول لك ان انا في وضع شبه يعني انا انا عندي الحاله دي في حياتي وفي بيتي يعني لا طبعا لا انت بعد شويه بتكون ليكي مكانه كبيره مع الابناء دول وبتكوني بمثابه امهم فعلا لو انت عملتيهم معامله بما يرضي الله ما يبقاش مطروح ما يبقاش مطروح اصلا ولا يجي في البال هذا الطرح فكره انه لا ما تبقاش موجوده لا طبعا يعني هذه الفكره بالاساس غير مطروحه وهنا الزوج دوره صح يبان صح لانه لا طبعا لا ما ينفعش حاجه زي كده تطرح ايوه بس ده متوقع بعد 20 سنه جواز حضرت بعد 20 سنه جواز بعد طبعا. جواز طويل جدا وابناء انت مشاركتي في تربيتهم رفضت الست يمكن. رفضت وقالت لو جت الفرح انا مش هروح دي كانت ام دي كانت زوجه كويسه يعني احتوت الولاد الولاد دول كانوا قاعدين في بيتها لا لا ما كانتش زوجه كويسه لا ما كانتش عادي طيب. كانت عاديه لا. لو جم زياره اهلا وسهلا لا. لكن العلاقه بينها وبين ام الاولاد مش علاقه جامده فام الولاد قالت كده قالت لو انا جت هي انا مش هحضر الفرح وتحلت المشكلة وما جاتش هي الأب وقف إنها ما تجيش عشان إرضاء لفرح ابنه ابنه طلب منه قال له ماما هتبقى زعلانة ومتضايقة ومتعصبة طول الفرح يعني أنت دلوقتي فأنا فأرجو إن أنا مراعاة مشاعر أمي بس أنت هنا بتقوليلي أنت هنا بتقوليلي إن الزوجة الأولى اللي كانت زوجة أولى واللي هي أم هي عاملة مشاعر بعد مثلا سنين طويلة جدا من طلاقها من هذا الرجل وسنين طويلة جدا من جواز الرجل ده من ست تانية هي لسه تحمل مشاعر ليه؟ أكيد بقى هي أكيد بقى لكل من العمر ده ليه؟ بقول لك ده موقف حصل قدامي وأنا قلت لها كبري دماغك خلاص كبري دماغك بقى خلاص هتطلقي يعني ما خلاص بقى وقفت الحكاية جامدة هتحصل مشكلة أيوة كبيرة عشان هي عشان هي ما زرعتش عشان الست دي لا هي ما هم اللي مش عايزين على فكره انت عارفه هم اللي مش عايزين الولاد اللي مش عايزين معلش بس انت هنا بتخلقي ما الفرصه بس انت هنا بتخلقي مشكله اكبر الكيف. ليه لانه لو افترضنا ان هذه السيده اللي هي عيالها بيتجوزوا بنتها بتتجوز اشترطت انه زوجة الرجل الحالي ما تجيش هي تعمل مشكله تخلق مشكله اكبر ما بين الابناء وبعض لانه الولاد اللي بيتجوزوا دول ليهم اخوات امهم مرفوض انها تيجي الفرح اعتقد هو الحاله اللي عندي ما كانش فيه اخوات يعني الحاله اللي انا شفتها ما كانش فيه اخوات يعني لكن ممكن ما يبقى في اخواتي ممكن يبقى الوضع مختلف شويه طبعا بصي كل حاله ليها حاجه طبعا. بس انا بقول ما تبقاش الزوجه الثانيه اللي تكون عاقله تكون هاديه متقبله المواضيع ببرود اعصاب ما تعملش مشاكل مع الزوج عشان يحكي لها هي حره بقى لو حب يرجع لمراته تقعد او ما تقعدش دي حسب ما تقدر تستحمل او ما تستحملش عندها اولاد ولا ما عندهاش دي كلها نقط تانية لكن التعامل لا وحش ولا حلو لطيفه أنا لذيذه بس عايزه اقول حاجه بس. انا عايزه اقول حاجه الحقيقه انه السر كله بيكمن في حاجه واحده بس لا مش بس طبعا الراجل اكيد عليه عامل كبير لكن بيكمن في ثقتك في نفسك يعني منين ما انت تثقي في نفسك وتثقي في مكانتك وفي قدرك مع الراجل ده ومع العيلة دي وفي البيت ده ومع الأبناء دي أعتقد أنه فيش حاجة هتهزك ولا في حاجة هتوترك وهتتعاملي مع هذه السيدة الفاضلة على أنها زي أخته بالظبط يعني ايه دي عمه العيال فهي بتتصل بيها عشان في دور معين الاثنين دول لازم يلعبوه علشان الابناء دول يطلعوا محترمين كده ما عندهمش مشاكل ولا عقد المشاركه بس يعني منين ما تثقي في نفسك وحيدي حالك يعني برضو فكره انك تقطعي وتعادي او تقربي وتحكي وتفضفضي الاثنين غلط خالص الاثنين غلط تماما جمله وتفصيلا على الحياد بالظبط الحياد بلطافه بلطيفه اقرد بس هي واحده من العلاقات الشائكه يا جماعه بس طبعا فاكره تجمع عائلي في مكان طبعًا. هي موجوده وانت موجوده لطافه كده وتبقي ذوق وديسنت وتسلمي عادي طبعا وانا وسهلا بحضرتك كده عادي خلاص طبعا حضرتك ايه هتقول لك بتعاملني كاني لا يعني كاني امها ايا كان بقى من غير حضرتك ما اعرفش يعني ديسنت نتعامل ديسنت بالزبط. بس والراجل زي ما قلنا عشان بس ما نعملش مشاكل